السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. اليوم يا مس رح نكمل معكم حل أسئلة وحدة الكهرباء صفحة 84. الكل يفتح الكتاب يا سابع وحل معي الأسئلة. وصلنا لعند السؤال الثالث اللي هو مهارات المهارات العلمية. بحكي لك إذا أحدد إذا كانت الخصائص الآتية تنطبق في حالة التوصيل على التوازي أم على التوالي. معطيك مجموعة من الخصائص أو الصفات يا سابع، بدك أنت تحكي له إذا هاي الخصائص تنطبق على التوالي أم تنطبق على التوازي. ألف، التيار هو نفسه في المقاومات جميعها. شو رأيك؟ توالي ولا توازي؟ بنحكي توالي، التيار بمر فيها نفس المحور توالي. طيب فرع باء، بحكي لك يا سابع اذا احترق مصباح تبقى بقية المصابيح مضيئة، هاي خاصية لمين؟ للتوازي. ممتاز، توازي. فرع جيم، بحكي لك يا مس يعمل كل مصباح ومفتاح منفصل، أي دارة كهربائية بيعمل فيها المصابيح بشكل منفصل؟ توازي. ممتاز. الآن ننتقل للفرع الثاني من المهارات العلمية، أقارن بين الشحن بالدفع والشحن بالتأثير من حيث حاجة كل واحد منهما إلى مؤثر. هل الشحن بالدفع نحكي تحتاج الجسم؟ سؤال 3-2، الشحن بالدفع تحتاج لجسم لندلكه فيه. الشحن بالدفع تحتاج لجسم لندلكه فيه ويكتسب شحنات. طبعا الشحنات ما بتروح بزوال هذا المؤثر. اما عندنا الشحن بالحث يحتاج لمؤثر مشحون لتنتقل اليه الشحنات عند تقريبه منه. واضح يا سابع؟ اذا الشحن بالدفع ما بده جسم مشحون، بس انا بدي جسم لندلكه فيه ويكتسب شحنات. اما الشحن بالحث او التاثير انا يحتاج لمؤثر مشحون لتنتقل اليه الشحنات عند تقريبه منه. ننتقل للسؤال الثالث، أتوصل إلى دليل على أن أجهزة منزلية جميعها متصلة على التوازي. شو الدليل يا سابع أن أجهزة بيتكم موصولة على التوازي؟ لأنه بنحكي يا سابع إذا تعطل جهاز في البيت لا يتعطل بقية. إذا تعطل جهاز في البيت لا يتعطل البقية. سؤال 3-4، استنتج مصدر الشحنات الكهربائية المتحركة في الدارة الكهربائية. شو مصدر الشحنات الكهربائية؟ وين تجي الشحنات الكهربائية المتحركة في الدارة الكهربائية يا سابع؟ تجينا من البطارية. ممتاز. إذا سؤال 3-4 تحكي لي البطارية يا سابع. ننتقل إلى الفرع الخامس من السؤال الثالث، بحكي لك أجد مقدار المقاومة الكهربائية بناء على الرسم البياني الآتي. هيا يا سابع معطيك رسم بياني بصفحة 84. شايفين يا مس؟ بده تطلع له إيش؟ المقاومة الكهربائية. هلا المقاومة الكهربائية حكينا يا مس،
ضد المقاومة الكهربائية. حكينا المقاومة الكهربائية الريزيستنت تساوي دلتا في هي الفرق في الجهد على دلتا اي الفرق في التيار، وتساوي الفرق في الجهد. طبعا الجهد معطيك اياه من 0 الى 10، فبنحكي 10 ناقص 0، والتيار من 0 من 0 الى سالب 2، اسف من 0 الى 2 بالعشرة، من 0 الى 2 بالعشرة، ويساوي عندنا 10 على 2 بالعشرة، ويساوي عندنا 50. واضح يا مس؟ طيب هلا سؤال 6 بحكي لك وفسر تطاير شاب طفلة عندها قفزها على الترامبولين، لعبة القفز المطاطية. شايفين هاي البنت اللي عندكم صفحة 84؟ هاي البنت يا مس ليش هيك شعرها الطاير عنا؟ بنحكي بسبب احتكاك شعر الفتاة. هاي السؤال 6 ألف. تحكي لي سابع بسبب احتكاك شعر الفتاة، بسبب احتكاك شعر الفتاة بلعبة القفز المطاطية فاكتسب شحنات. طيب فرع باء من السؤال السادس بيحكي لك صناعة فتيل المصباح الكهربائي بمواد فلزية. ليش بصنع الفتيل تبع المصباح؟ مش عندنا مصباح هيك يا مس وفي جوات وهاي الفتيل بتكون مثل هيك. بحكي لك ليش بصنعها من مواد فلزية؟ لماذا بصنع هاي الفتيل من مواد فلزية؟ تحكي لي يا مس سؤال 6 فرع باء. لأنه يوصل الحرارة ولا ينصهر. تحكي لي لأنه يوصل الحرارة ولا ينصهر. واضح يا مس؟ طيب ننتقل إلى فرع الجيم. سرعة تجمع دقائق الغبار بعد مسحه بقطعة قماش. يعني أنا لو كان عندي زجاج مسحته بقطعة قماش بحكي لك بسرعة عندي بتتراكم جزيئات أو حبيبات الغبار على الزجاج. شو السبب يا سابع؟ السبب يا مس بتحكي لي سؤال 6 جيم. السبب أنه تراكم الغبار على الزجاج بعد مسحه بقطعة قماش هو أن الكهرباء الساكنة بسبب احتكاك الزجاج مع القماش فتتولد عليه شحنات تجذب الغبار. واضح يا سابع؟ طيب هيك يا مس نهينا الجزء الثاني من أسئلة الوحدة صفحة 84. بضل عنا 5 أسئلة رح نحلهم إن شاء الله المرة القادمة صفحة 85. حاولوا أنتوا يا سابع حلوهم بالبيت لحالكم، المرة القادمة إن شاء الله بنكملهم.